سولف انا واحد قبل كم يوم على الانستا يقول الناس طبعا حريصة على دخول العشر الاواخر وحريص انه يجتهد فيها وحريصين من اول الشهر يعني. فهو يقول وش منهج السلف الصالح في العشر؟ وش كانوا يسوون؟ يعني يبي يسوي زيهم الرجال، دري انه حريص. منهم السلف الصالح، السلف الصالح الصحابة والتابعين والعلماء واجدادنا. هو كان يقول وش منهج السلف الصالح؟ وش كانوا يسوون بيسوي زيهم؟ المنهج الصالح كان منهجهم في العشر الاواخر، منهجهم في رمضان ومنهجهم في العشر الاواخر كان هو منهج السنة كلها. هم طال السنة كانوا يقومون الليل، ما قاموا بس بالعشر الأواخر. هم طول السنة كانوا يختمون كل شهر ختمة، وهم طول السنة كانوا يعني يصومون كل شهر ثلاث أيام. فهذا منهج السلف الصالح. حتى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها لما سئلت عن المساقات كان لا يزيد عن 11 ركعة في رمضان وغير رمضان، وفي غير رمضان دليل أنه كان يقوم في غير رمضان. كانت لا يعني لا تسأل عن حسنهن وجمالهن وطولهن. كان يصلي أول الليل أربع وآخر الليل أربع ثم يختم بثلاث. لا وطرها علي بعد أمس كنت أصلي في جامع بالحمرة وجالس برا أنتظر، فتشوف شيء عجيب. تشوف اللي طلع شخص واحد، تشوف واحد طلع معه ولده، تشوف واحد طلع معه حرمه. اللي العجيب أن في عوائل طلعت كثيرة، يعني ذولا في العشر الأواخر متفرغين ورايحين للمسجد وآخر الليل، يعني تقريبا معها 5 إلى 6 حريم وعيال كبار. شل أب هذا، شل الصلاح، شل الزين اللي جمعهم ومجتمعين وكأنهم كاشتين رايحين يصلون قيام. فطرع لي سالفة ذاك الرجل من السلف، كان هو وأخوه وأمه يعيشون بالبيت ومعهم جارية. فكان الأخ الأول يقوم أول الليل أو الثلث الأول ويقوم أخوه الثاني الثلث الثاني وينام هو، والأخ الثاني يقوم أمه الثلث الأخير وينامون. وكانت الخادمة تشوفهم، افتقروا سنة من السنين واضطروا انهم يبيعون الخادمة. فلما باعوها راحت عند ناس وهي متعودة على الربع ذولا وعايشة عندهم. السنة ده حد يقوم الثلث الأول ما حد قام، الثلث الثاني صاحت فيهم قالت الصلاة، قالوا أطلع الصبح، قالت بئس القوم أنتم لا تعرفون الصلاة إلا في الصبح، ردوني ردوني على صاحبي. فلما ردوها على عمها قالت يا عمي قد بعتني إلى قوم سوء. يعني فهو المفروض ان رمضان هذا محطة تعلمت فيه تقرا القرآن وتختم، ابتل لا تنقطع. تعلمت فيه تقوم الليل قيام الليل، تعود لا تنقطع. تعلمت فيه تصوم، صم من كل شهر 3 أيام، خلاص انت تعودت الحين. هذه محطة تزود. حتى عائشة لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها قالت ماذا أقول في ليلة القدر؟ ما قال قولي كيت وكيت، قال قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني، إذا عفى عنك الله أتت لك الدنيا كلها بكنوزها. وهذه نعمة، وترى بتشوف بالأيام هذه بتشوف بالعشر ناس محتكفة. ترى هذا الاعتكاف نعمة. حتى الأمس شفت يعني مصلى النساء ناس حريم طالعات مبين معها ندلان، مبين أنه هو يعتكف من ساعتين أو ثلاث، شكلها داخلات من عقب الترويح وما طلع إلا بعد القيام. فأنت حتى لو تنوي ساعة أنك بتدخل تعتكف أو تشوف محتكفين قشي تساهم معهم تطعمهم، يعني هذا فرصة فرصة فرصة. رمضان محطة تزود. ذكر أن الشيخ الإمام مالك، نسيت والله اسم شيخه، كان المدينة اللي عاش فيها يعلم أن حرها حر وبردها برد، المدينة المنورة اللهم صلي وسلم على ساكنها. فكان إذا جاء يصلي الشيخ الإمام مالك نسيت اسمه، كان يدخل في وسط البيت في وسط الصالة يعني. فقيل له لما؟ قال الجو حار. وقال إذا دخل داخل البيت الحر يعني بيقلقني أو بيململني الحر فلن يأتي النوم فأكمل قيام الليل. شفت من العجيب. ورأوه عقب فشتى يصلي فوق السطح، قالوا ها مالك يا إمام؟ قال برد شديد، إذا صليت يعني فوق السطح بيقلقني البرد يخليني ما نام فأكمل قيام الليل. يا الله لا ترى هؤلاء الأقوام.